هذا علي بن أبي طالب، هذا اللي بيد الجنة والنار. لا شك أن الإمام الخميني هو أفضل من بعض أنبياء بني إسرائيل، إذا لم نقل أنه أنبياء بني إسرائيل. احنا عندما ندخل، عندما ندعو، عندما نطلب حاجاتنا الشخصية والاجتماعية بهذه النظرة، يعني انت دا تدخل على امام بيده الكون وبيده كل شيء، واذا قال للشيء كن يكون. ميزان الحق والباطل علي، ميزان الخير والشر علي، ميزان الجنة والنار علي، ومستقبلنا ومصيرنا بيد علي، ومستقبلنا ومصيرنا بيد علي، ومستقبلنا ومصيرنا بيد علي. لذلك الله سمى مريم في القرآن بعشرين مولد لأنها جارية وخادمة، أما فاطمة ما سماها لأن فاطمة من حريم الله، وحريم الله تعالى مصان أن يذكر اسمه أمام كل أحد. في الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فإن الإمام أمره أمر الله تعالى، الله تبارك وتعالى الذي يأمرنا. علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة، علي بن أبي طالب ربنا يوم القيامة، وأكد علي بن أبي طالب عليه السلام ربنا يوم القيامة، هذا دليلنا نحن. علي بن أبي طالب يوم القيامة يكون رب من الأرباب. قلت للمرأة لما تريد تجيب أولادها تقول يا علي، يوم اللي نريد نمشي تعلمنا تقول يا علي واصعد من الدرج، يوم اللي نوقع نقول يا علي، يوم اللي نموت نقول يا علي، وبالقبر نقول يا علي، ونطلع من قبورنا ونقول يا علي، ووالله يوم اللي ندخل الجنة احنا ننادي يا علي. فكما تقول إنا لله وإنا إليه راجعون، بإمكانك أن تقول إنا للحسين وإنا إلى الحسين لراجعون. إنا لمحمد المصطفى وإنا لمحمد المصطفى راجعون، إنا للزهراء وإننا إلى الزهراء لراجعون، إننا للحسن وإنا للحسن راجعون، إننا لحضرة المرتضى علي وإنا لحضرة المرتضى علي لراجعون. يوم القيامة يقف الإمام الحسين على باب الجنة وباب النار، يدخل من يدخل ويخرج من يخرج، واعلموا ان الامام الحسين عليه السلام لا يدخلون الانبياء الا باذنه.